برحب فيكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر نور الشباب نبدا نهارنا نحن وياكم مثل ما دائما تعودنا بالكتاب المقدس واليوم مع الاب جوزيف سعد الراهب الماروني المريمي المجدلة اقرا من انجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياه فلنصغي الى بشاره الحياه والخلاص لنفوسنا. دخل يسوع اريحه وبدا يجتازها واذا رجل اسمه زكه كان رئيسا للعشرين وغنيا وكان يسعى ليرى من هو يسوع فلم يقدر بسبب الجمع الذي لانه كان قصير القامه فتقدم مسرعا وتسلق جميزه لكي يراه لان يسوع كان مزمعا ان يمر بها. ولما وصل يسوع إلى المكان، رفع نظره إليه وقال له: يا زكى، أسرع وانزل، فعلي أن أقيم اليوم في بيتك. فأسرع ونزل، واستقبله في بيته مسرورا. ورأى الجميع ذلك، فأخذوا يتذمرون، قائلين: دخل ليبيت عند رجل خاطئ. أما زكى فوقف وقال للرب: يا رب، ها أنا أعطي نصف مقتنياتي للفقراء. وإن كنت قد ظلمت أحدا بشيء فإني أرد له أربعة أضعاف وقال له يسوع اليوم صار الخلاص لهذا البيت لأن هذا الرجل هو أيضا ابن لإبراهيم فإن ابن الإنسان جاء ليبحث عن الضائع ويخلصه حقا والأمان لجميعكم بهالإنجيل يلي سمعناه منشوف هالحدث يلي يسوع عم بيجتاز خلاله أريحة وعم بصير اللقاء بينه وبين زكا العشار بالانطلاقة منشوف زكا يلي عم بفتش على يسوع يلي هي دايما نحن وبأكترية الأوقات حالتنا نحن يلي منكون عم نفتش على يسوع بحياتنا وضمن مشارينا وضمن يومياتنا أدي أوقات كتيرة منفتش على يسوع حتى نلتمس جواب علامة أو إشارة تقدر توجه لنا نهارنا أو الشيء اللي نحن قايمين فيه زكى على دفعتين تقدر شاف يسوع أول مرة بيقول إنجيل كان يسعى ليرى من هو يسوع ولم يقدر فإذا في هون منشوف الفشل بمشروع زكى أنه يقدر يكتشف مين هو يسوع إنما زكى ما يئس وما قال إنه ما راح تزبط معه بالعكس ترقب ونطر تشوف يسوع وين ماري وسبقه وعربش على الجميزة حتى يشوف يسوع هو مارق كان كل همه يعرف شو هو يعرف كيف شكله يعرف شو مواصفاته ما كان همه هالقد يتعرف على يسوع بالشخص كان همه بس يعرف من هو هالمارق من هون وياما وياما نحن أوقات ما نكون عايشين على فكرة من هو يسوع ومنجهل من هو يسوع بالعمق وشو قادر يغير بحياتنا اللفته الحلوه يلي منشوفها بالانجيل يسوع يلي هو مارق من بين الكل بميز زكا بقول له يا زكا اسرع وانزل فعلي ان اقيم الليل اليوم في بيتك شوفوا يسوع كيف عزم حاله على بيت زكا زكا يلي كان بس هدفه انه يتعرف على يسوع يشوف شكله ليسوع شوف من هو هالشخص يلي عامل ضجه باريحه منه قادر يقرب يشوفه طلع على الشجره ويسوع ميزه بالاسم تعرف قد ايه نحن اليوم مهمين عند ربنا، قد ايه نحن اليوم عنصر اساسي باليوميات يلي منعيشها يلي يسوع مطلع عليها، يسوع بيعرفنا باسامينا، يسوع بيعرفنا كل شخص بشخصه بضعفه بقوته بكل لحظه عم نعيشها، يسوع واعي علينا ويسوع ناطرنا ويسوع سهران علينا. بكفي بيقول الانجيل فاسرع ونزل واستقبله في بيته مسرورا، بشوف هون هالاجابه على دعوه يسوع، زكى من كل قلبه وكل فرحته استقبل يسوع بالوقت اللي هو ما كان هيدا مشروعه، هون بنفهم كيف مشروع يسوع دائما هو اكبر من مشروعنا. مشروع زكى كان شوف يسوع كان مشروعه بيخلص هون انا هالقد حابب اوصل لهيدي النقطه انا اليوم حابب اوصل مع يسوع نقطه الوصول تبعنا أكترية الأوقات هي نقطة الانطلاق نحو المشروع الأكبر يلي يسوع بيعطينا إياه أنا ما كمان عم نشوف بالإنجيل والجميع أخذوا يتزمرون قائلين دخل ليبيت عند رجل خاطئ إذا نحن اليوم منعيش هيدي الحالة إذا نحن اليوم منعير بعضنا بخطايانا بضعفنا بسيئاتنا بعاداتنا يمكن أوقات البشعة أو حتى أوقات بالإشياء الحلوة اللي نحن عنا إياها منلاقي دائما من في اشخاص عم بتعيرنا او وقف ضدنا او حتى عم بتعرقلنا فاليوم بنشوف من بعد يسوع لبى الدعوه او داعي حاله زكى يلي بكل فرح استقبل يسوع من بعد ما كان مش هيدا مشروعه بنشوف المجتمع بدل ما يشوف الاجابه بدل ما يشوف الحركه يلي يسوع عم بيخلقها بالمجتمع اللي هو عايش فيه كان التذمر وكان التعليق دخل اليابيت عند رجل خاطئ بس ما في ربنا ينوجد بلا ما تنوجد التوبة ما في ربنا ينوجد بلا ما نكون عم نعيش زمن خلاص وعمل خلاصي من هنا منشوف زكا يلي بياخد المبادرة منه لحاله بيقول يا رب أنا أعطي نصف مقتنياتي للفقراء يعني اليوم جانا عمره عم يعطيه للفقراء بس لأنه يسوع دخل بيته بس لأنه هالسلام الداخلي عم جوات زكريا جوات زكى واكتشف من هو الرب اكتشف من هو يسوع وقدر يتحلى بالسلام يلي لاحظ بعدين انه كل هالثروه يلي هو عنده ياها ما بتسوى ما بتسوى شيء وامتها ما كانت بالمعنى يلي هو كان عم بفتش عليه كان عم بفتش على السلام كان عم بفتش على الغفران كان عم بفتش على الحب بلفتة صغيره من يسوع لقى كلها وقدم نصف املاكه ومقتنياته للفقراء وبكفي بولو اذا ظلمت حدا رح ارد له إيه اربع اضعاف تخيل اليوم هالمشروع يلي شقلب حياه زكا يلي غير كل مصير زكا وبذات الوقت كان علامه فارقه للمجتمع يلي عايش في زكا للمجتمع يلي كان عم بدين العشار لانه كان العشار هو الجابه للشعب الروماني اللي كان حليف مع العدو بالنسبه لليهود شفنا اليوم الخلاص كيف انطلق للخطأ بعهد اليهود يلي هن يهود بالأساس كيف ربنا عم بيرجع يجمع هالفكر يلي تشتت ضمن إسرائيل هالفكر اليهودي يلي عايش على الدينونة صار الشعب اليهودي عايش تيعير خيو صاروا عايشين تحت يحاكموا بعضهم مين الخاطئ ومين المش خاطئ ومين يلي عايش بقوانين الشريعة وماشي فيها مشان هيك منشوف ردة الفعل يلي بتجي من بعض يلي يسوع عم بيقول فيها اليوم صار الخلاص لهذا البيت كنا شفنا اليوم زكى اللي فشل، زكى اللي حاول، يسوع يلي دقي حاله، زكى يلي استقبله بالفرح، هالثوره بالدينونه يلي قام فيها المجتمع اليهودي، زكى يلي اعلن توبته وطلب المغفره وعمل عمل المحبه ويسوع يلي عم بيتهلل وينبسط ويعلن الخلاص لهالبيت يلي اليوم دخله يلي بكمان معنا تاني عم بقلنا اليوم هالرسالة هوني خلصت هل هالخلاص يلي أنا جاي أعلنه جاي بشر فيه اليوم تم لهيدا البيت ومنرجع منشوف كيف في عالم كتير لحقت يسوع على هالأمور البسيطة يلي كان يسوع عم بعيشها مع شعب اليهودي من حركات كتير بسيطة من عزيمة على غدا او تيقعد عن زكا شفنا كيف شقلب له حياته وبيختم يسوع بقلنا فان الانسان جاء ليبحث عن الضائع ويخلصه قديش هيدي هي الرساله يلي موجهه لنا نحن اذا نحن اليوم مطلوب منا نكون هالانسان بكل ضعفه بكل محدوديته بكل خطيته قد مطلوب منه اليوم يكون عم بفتش على الضايع قد مطلوب منا نكون عم نساعد بعضنا تنوصل للخلاص سوا لأنه ولا يمكن أنا اليوم لحالي أخلص ولا يمكن خي لحاله يخلص دائما الخلاص هو مشروع والمشروع هو شراكة بيننا نحن البشر وبين ربنا اللي رسم قدامنا الدرب وعطينا الطريق حتى نمشي على خطى فخلونا نحن اليوم نعرف نتمثل بزكا يلي يعني كان عم بفتش على يسوع ما يئس خلينا نتمثل بزكى يلي لاحظت اللي شاف الدينونة عرف كيف يطلب الغفران وينال المغفرة والمغفرة والحب من ربنا ونكون فعلا نحن عايشين روح التسامح روح الأخوة لفعلا نكون قادرين نغير بمجتمعنا يلي نحن عم نعيش فيه آمين نتوقف مع فاصل ونرجع من بعده ونتعمق أكثر بإنجيلنا لليوم مع الأب جوزيف سعد يسير في مكان أقول لكم مشاهدينا نتعمق أكثر بإنجيلنا اليوم مع الأب جوزف سعد، أبونا بدنا نرحب بحضرتك عن جديد معنا اليوم. ميرسي أنطوني. أبونا بالبداية اليوم حضرتك ختمت التأمل بنتمثل بزكا. نحن كيف بنقدر نتمثل بزكا بحياتنا؟ شو لازم نكون عم نعمل؟ زكا شفناه يلي أول مرة حسب ما بيقول الإنجيل ما قدر يوصل ليسوع تيتعرف ويكتشف مين هو يسوع. رجع خطط وترقب وين يسوع بده يمرق بأريحة وسبقوا على الشجرة حتى يكون عم بيسرق النظر إذا بدنا نقول يعني تخيل اليوم في جموع واقفة يسوع مارق بشوارع بالشوارع وزكى سابق يسوع على شجرة ناطره يقطع من يمكن قد كان, كان في عالم ناطرة تشوف من هو يسوع نحن اليوم قد ايه من المرات نبع عم نفتش على يسوع وبالنسبة لنا فشلنا في نلتقى فيه قد مرات ومرات بنبقى عم نفتش على جواب من يسوع عم ننال يمكن الجواب يعني اليوم الرب منفتح لنا وقف فينا نقول في عالم عم بتغطي انا اليوم اللي عم بعرقل مسيرتي نحو الرب يعني اليوم هالجموع يلي واقفه هي يمكن المشاريع اللي انا عم اقوم فيها وخلقة مسافه بيني وبين ربي هي يمكن همومي اليوميه يلي عم بتبعدني عن ربي اللي مطلوب مني اليوم فتش على هالجميزه بحياتي فتش على هيدي النقطة يلي قادر من خلالها اسرق النظر صوب يسوع شوف الباقي صار عليه هو، بس أنا اليوم علي أعمل هالفشخة الأولى إنه أقصد يسوع، أنا بدي يسوع يكون في النية إنه أنا جاي لعند يسوع، أنا عم فتش على يسوع، فيكون بالكنيسة، فيكون يكون بقوتي بيني وبين حالي فيكون يمكن بمشوار على الطريق عم سوق بس تسوق يمكن تفضي راسي او يمكن هربان من مشكل او يمكن مزعوج عم سوق التقى بربنا اليوم الرب بطل محصور بموقع معين وبمكان معين وكمان بذات وقت بشخص معين انا اليوم قادر اقصد كاهن قادر اقصد صديق قادر اقصد زميل الرب صار محبين حياتنا من حولنا لدرجه انه يمكن ما الرب محاصرنا باهتمامه لنا لدرجه انه ما فينا نهرب من هالاهتمام بس اللي مطلوب مني اعمل هالمبادره ويكون عندي هنية انه انا بدي التقى بيسوع ابونا حضرتك فسرت انه بالمحاوله الاولى لزكا فشلت لا يشوف المسيح ولكن نجح بثاني محاوله وكمان ما يقس. اليوم اليأس قديش بيلعب دور اساسي بمسيرتنا اذا فينا نقول بدور اساسي ومصيري بحدد اذا بننجح بهالمسيره ولا لا وكيف فينا نحاربه نرجع لزكا اذا اليوم قلنا زكا فشل باول محاوله وقال خلص مش ظابطه انه اذا هون ما قدرت تشوفه وين بدي ارجع اشوفه مع كل التفاصيل اللي كان عم بيحكي عنها ان كان الزحمه وان كان طوله لو زكا يأس كان انتهى الانجيل بطريقه كثير مختلفه يمكن حتى ما كان نذكر الانجيل وما كنا شفنا الخلاص يلي عم بينيرو اليوم زكى من خلال هال هاللفتة يلي عملها يسوع نحو زكا وما كنا شفنا هالتمييز يلي ربنا بيعمله باختياره للإنسان وباسمه يعني اليوم يسوع مارق بالمنطقة وقدر يميز زكا على الشجرة ويناديه باسمه مش قال له أنت يلي واقف على الشجرة أنا جاي أقعد عندك قال له زكا قال له باسمه وداعي حاله إحنا اليوم ياما ما وقت الياس يلي منعيشه هو ياس من ايدنا نحن، وانا حاطط مشروع، حاطط فكره، ناطر الجواب بس انه منه هيدا هو يمكن الخلاص يلي المفروض يكون لالي، منه هيدا الجواب يلي مفروض كون ناطره، انما انا يمكن هيدا الجواب يلي متوقعه، هيدا الشيء اللي انا شايف انه انا هيدا انسب شيء لالي هلا، فبصير مفوكس على هيدي الفكره وبتجاهل جواب ربنا. بتجاهل تدخل ربنا بحياتي وبصير بقول لا ما انا من هون طريقي ما انا من هون طريقي بس بذات الوقت هيدي منا طريقي وهون بنشوف هاليأس يلي بصير يلعب فينا انه اليوم كله عم بسكر كله بمصيبه ما في شيء عم بيركب معنا ليه؟ ما قبل ما اسال ليه خليني اطلع ابعد شوي من النقطة اللي أنا قاعد فيها وشوف ليه ما عم بيصير هيك؟ يا هل ترى ما عم بيصير هيك لأنه هذا المشروع هالقد كبير وهالقد عويص وهالقد معرقل؟ ولازم كافي في اكثر وأعطيه وقت اكثر ولا هالمشروع منه مشروعي هالمشروع ما بيصب بطريقه وما له بمشروعي فاذا بمحل ما ما اقول الرب عم بعرقل انما الرب عم بيضويلي حتى انا افهم انه اليوم هالعرقل اللي عم بتصير من حولي حتى توقف هذا المشروع اللي انا ماشي فيه انما اليوم بدي اعرف انه الرب بيمشي معي واذا انا المشروع عم عرقل وبعض المطارح منه لخلاص وانا مصر عليه الرب ما بيمشي عكسه بجرب ضمنه وضمن هالمشروع وضمن المشاريع اللي انا عم بركبها يرجع يخلق فيه خلاص انما بيزيد الوقت وقت اللي مشروع منه راكب منه راكب اليوم انا ما في يقول بدي اعمل شغله وهي من الاساس ولا يمكن تكون ولا يمكن تصير وبالاساس ما فيها خلاص لإلي نحن كهيدا الموضوع بالذات نحن كيف بنقدر نشوف الامور بوضوح او شو اللي بيساعدنا لنقدر نشوف الامور بوضوح خاصه لما نكون عم نحكي بمشاريع يمكن مشاريع لها علاقه بمستقبلنا او مشاريع معينه نحنا مخططين نعملها كيف بنقدر نشوف هالامور بوضوح لنكون عم نساعد حالنا كمان انه نتخطى باسرع ونكفي انا بخطط انا برسم بكره بس انا بدي اعيش اليوم بدي اعيش اللحظه بدي اعرف ايم هالمشروع اللي انا ضمنه اليوم كيف عم بيمشي يا يعني ترى عم بيمشي لقدام عم بيمشي لورا واقف محلي في مصاعب انا اخذ فرصه تعرف اذا هالمشروع على الي ولا لا مش بالهينه بتبين من اول احنا دائما بالاول بننطلق من حلم وانا عم بحلم بدي اعمل وبدي اكبر بدي اتجوز بدي يمكن فوت على بدي اعيش حياتي يلي انا عم بحلم فيها بس بدي اعيش بذات الوقت هاليوميات يلي عم بتواكب حلمي ومن خلال هاليوميات قادر انا ساعه احدد هل المشروع ولا هل المشروع ولا هل المشروع ربنا ولا مره بيفتح قدامنا باب واحد في بواب وبواب وبواب ما لها نهايه بس الفكره اليوم انا اي مشروع بدي على اي نظام على اي فكره ع اي حلم اوقات إيه، انا اليوم حاطط اهتمامي في يكونوا فكرتين في يكونوا مشروعين في يكونوا حلمين في يكون اشي عم بتكمل بعضه علي انا اليوم اختار انما الفشل والنجاح والاستمرار فيها هيدي شغله بحسبها انا كل يوم بس يمرق علي نهار بصير اقول مشروعي ماشي لقدام مشروعي واقف هيك لازم كمل هيك لازم اتراجع هون وكل نهار هو اندفاع لإلي لحتى ارجع انا امشي بهالمشروع يلي بالنسبه لي يمكن هيدا هو يلي انا حابب امشي فيه وهيدا المشروع يلي بالنسبه لإلي هو مشروع الحلم يلي انا عم بيشوف نحن دائما بنحلم تنعمل مشروع، نحن دائما بنحلم تننطلق وبنحلم تنعيش بكره، بس بدي انتبه لشغله انه انا اليوم بحدد بكره ومبارح كان يرسم اليوم، فاذا انا ما فيي اعيش ببكره واقول ايه هذا هو المشروع وهيك بده يصير، بالوقت يلي اليوم عم يرسم مشروع بعد اكبر بكتير من المشروع اللي انا عم بعيشه وعم فكر فيه. أبونا بس نقول مشروع يسوع اكبر من مشروعنا. والعباره اللي حضرتك قلتها كمان بالتامل هل هذا الشيء بيعني انه اليوم لانه هيدا هو مشروع الرب بالنهايه لو قد ما سلكنا طرق معينه راح نوصل هو مشروع الرب مشروعنا تكون الفكره واضحه انا دائما بيعطينا اكبر يعني انا اليوم اذا كنت عم بسعى تجمع هالكميه ربنا محضر لي هالكميه دائما مشروع ربنا اكبر بمعنى انه اوسع لإلنا انما اليوم هالمشروع يلي رايحين نحن اتجاهه الرب ما بيحدده والرب ما بيلزمنا فيه يعني انا اليوم اذا بنص الطريق غيرت مشروعي الرب بيغير معي الرب بيمشي معنا الرب منه منه بلوك ومتحجر لحظه قلت له يا رب امشي معي هالمشروع وقال بنص الطريق بتصير عتلين هم انه يا هل ترى الرب رح يزعل مني انه كنت حاطط هالمشروع وهلا عم بمشي بغير مشروع او انه انا اليوم ما كنت وافي للمشروع اللي انا كنت طرحه بنتبه شغله انه انا اليوم عم بنضج انا اليوم عم بكبر انا اليوم عم بتغير والرب حاضر بكل عمل والرب اوقات كتير هو اللي بيكون عم بينضج وهو اللي بيكون عم بيضوي بعض المطار على التغييرات بمشاريعنا وبحياتنا اليوميه، فاذا هالعرقله اللي منعيشه او هالنجاح يلي منعيشه منه بالضروره يصب بالمشروع يلي انا هالقد راسمه يمكن يعني يكون مشروع لبعد خمس سنين الرب عم بيحضرني بنوع من فشل فانا طيب افهم انه هذا المشروع بينشغل هيك بهيدي الطريقه مش مثل ما انا رسمه ومش مطرح ما انا كنت ناوي اوصل فاذا الرب دائما بيحضرنا لشيء اكبر مما نحن عم نعيشه مثل مثل صغير اليوم واحد هوايته التصوير وبحب التصوير اشترى كاميرا بس يمكن من خلال هالكاميرا اللي هو عم بيصور فيها ربنا يفتح له مشروع يمكن وينطلق من خلاله للاخراج للتمثيل بس انطلق اليوم من نقطه صغيره بحبها وقال انا اليوم حلمي يكون عم صور بس يمكن لحظه اللي بيوصل لهالتصوير وبعيش هيدا الجزء من الحلم ولا ما انا حابب بكون كمان مخرج او انا حابب بكون آه حيالله شيء ثاني خلف الكواليس عم بحضر لهالمشهد التصويري يلي يعني هو كان كل حلمه انه يكون عم بصور وإذا نشوف الرب دائما كيف بيمشي معنا هالخطوات فشخه فشخه انما بذات الوقت عم يحضرنا لمشروع اكبر ضمن المشروع اللي نحن عايشين فيه يعني اليوم انا بالنسبه الي واصل لهون الرب بياخدنا فشختين بعد لقدام وثلاثه واربعه الفكره قد انا مستعد اني اروح بهالمشروع اللي انا بعيشه ابونا منشوف زكا بالانجيل بيقول له رح اعطي نص مقتنياتي للفقراء واللي خلطت بحقه او ظلمته رح تدله اياهم اربع اضعاف، فهل فينا نعتبر انه التعويض المادي او لما نقرر نعوض ماديا هو هالشي كافي اليوم لانه خلصنا من هالخطيئه اللي نحن ارتكبناها او هو يعتبر كجزء من التعويض؟ زكا مشكلته كانت بالماديات انه زكا كان عشار وكان ممكن يكون متلاعب ببعض المطالح بالحسابات يلي كان عم بيعيشها مع مجتمعه اليهودي فكان التعويض بالنسبه لزكا بالنقطه يلي هو كان عم بيقصر فيها او بالنقطه يلي هو كان عم بيخطي فيها انما اليوم التعويض منه بس ماده التعويض فيكون بالحضور فيكون بالصلاه فيكون بحيال عمل ممكن يعوض عن الاذيه يلي انا سببتها لخي الانسان ومش ضروري يكون ماده الماده كانت ببعض المطرح فينا خلينا ناخذها بهذا المنح المنحه انه كانت نعمه اليوم الرب أمنا لزكا بمسيرته اللي كان عم بعيشها واليوم زكى قدام هيدي النعم يلي نالها او قدام هيدي القيمه يلي كان عنده اياها ارتقى انه يعوض بهيدي الطريقه انا ما انا اليوم يمكن ربنا نعم علي بالصوت وانا حدا ما معه مصاري فقد انا اليوم قادر اكون عم بمجد ربنا او يمكن عم بقوم باعمال محبه وعم ساعد بالمجتمع من خلال هالنعمة الصوت يلي ربنا عطينا اياها وأكون عم بعيش فعل التعويض بالطريقة يلي هي أنسب لإلي والأغنى لإلي وأنا قادر أتصرف فيها وأتحكم فيها وكون بالفعل عم بعيش هيدا الفعل المحبة تجاه خي الإنسان أبونا اليوم حكينا بالإنجيل كمان وضحنا الموضوع أنه المجتمع يلي كان حوالي زكا تزمر اليوم لما المسيح قرر انه يبيت عنده وحضرتك حكيتنا كمان عن المجتمع اليهودي اللي حسب ما حطيتها بالعباره كان عايش ليعير خيو، وللاسف نحن كمان بكتير من الاوقات بنوقع بنفس هذا الغلط، فكيف فينا نتخلص يمكن اذا فينا نقول من هالعاده السيئة؟ أول شيء بدنا نبلش نتطلع بحالنا. يعني لنا ربنا قبل ما تشيل الأشي اللي بعين خيك، شيل الخشبة اللي بعينك. من هون بدنا ننطلق، بس بلش أنا أتطلع على ذاتي، بلش صلح بحالي أنا، هالعالم اللي من حولي ببلش ينتبه إنه اليوم هالشي اللي عم بعيشه صار مختلف لدرجة عم بنمى مثل اكزامبل صغير يعني انا اليوم انسان بيصلي ما بيقفي لحظه صلاه ما بيقفي نهار قديش بس بيزيد الوقت بس وصل على البيت بدير الخبيط ما بتحكي كلمه اعصابي بتضلها ولعانه وخلقي بضل ضيق بس اللي بدي لي بتقول لي ليش عم تصلي؟ بليك وبلا صلاتك بس روق علينا بالبيت وما عادش تلبت فينا بينما بالوقت اللي انا اذا بكون كنت عم صلي صار محدد اليوم بيعرف الكل انه انا بهيدي الساعه عم صلي انا بهيدي الساعه عندي صلاتي وبذات الوقت هالشيء بينعكس على حياتي انا اليوم رايق انا اليوم في هدوء في رصانه في محل قدره استيعاب لاشياء اللي عم بتصير من حولي كل انسان عم يمرق بحياته بيقولوا اه ايه ليك فلان لانه عم بيصلي لانه عايش حضور ربنا بحياته صارت المشكله او الحدث بس يمرق بحياته قادر يتقبله ويكون رايق قدام هالاحداث اللي بعض المطارح بتستفزنا اللي بعض المطارح بتخلينا نبج جنولة. بتلاقي الانسان رايق بتصير تسال انه من وين كل هالرواق؟ لو ما في ربنا بحياتنا ما فينا نوصل لهالرواء ما في حدا رايق وعايش سلام داخلي والرب مش موجود بحياته في شيء مش مزبوط بيصير هون دائما الرب كل ما يدخل على حياتنا كل ما بنصير نشوف الامور ببساطه اكثر وقادرين نتصرف بهدوء قدام كل مشكل بيمرق بحياتنا ابونا بسؤال اخير قبل ما نختم لقائنا معك اليوم على مثال زكا الخلاص اللي اللي حصل عليه زكا من المسيح كيف فينا نحصل عليه نحن اليوم مشروع ربنا لإلنا هو الخلاص ويسوع ما تجسد الا ليخلصنا نحن اليوم كل حدا من منطلق شغله من منطلق حياته من منطلق عائلته من منطلق شخصيته الرب بيرسم هو وياه طريق الخلاص طريق الخلاص واضح قدامنا يسوع عايشه ان كان من المعموديه للعجائب للامثله للالام والموت والقيامه انا اليوم مشروع خلص هو الموت والقيامة وكل شيء بيجي قبلهم من هالخبره والخبرات اللي عايشها يسوع قدامنا اللي مطلوب منا نكون عم ها نعيش هالصوره يلي يسوع ترك لنا اياها أبونا صعب نكون يسوع صعب نعمل عجائب يمكن بس انا اليوم علي اتمثل بهالانسان يلي عايش قدامنا هيدي الطريق ويكون فيها التناسق بيني وبين صلاتي لحظه اللي بقول لتكن مشيئتك علي اعرف اليوم أني انا عم سلم ربنا علي اعرف اليوم انه انا عم بنطلق نحو ربنا ومشروعي هو مشروع الرب وهو كفيل انه اذا هالمشروع الله خلاصه هو بيكمله وبينميه وبيخليه يعمل بيخليه يمشي لقدام وبزيح كل العوائق من 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 قدامي انا علي اعرف اليوم انه انا كل مره عم صلي فيها انا عم بسلم ربنا حياتي والرب متى ما استلم حياتنا ما راح يفرط فيها، ما راح يختار شو ما كان لنا بالعكس دائما راح يختار الأفضل، مثل ما كانت دائما تنقول التضحية اللي كان يقوم فيها الشعب اليهودي ما كانوا يختاروا الحيوان المريض أو التعبان أو اللي شكله حلو، كانوا دائما يختاروا الأجمل والأصح تيقدموا اليوم عربون توبة وعربون مغفرة عن خطيهم اللي كانوا يخطوا فيها أو لحظة اللي كانوا ينالوا الشفاء كان يضحوا بالشيء الكامل يلي عندهم بالحيوان يلي هو اجمل شي عندهم تحت الرب يكون عم يقبل هيدي الذبيحه فنحنا اليوم اللي مطلوب منا انه نعرف انه اذا راح شي حلو من حياتنا طي يعطينا الرب شي احلى منه واذا راح شي بشع من حياتنا تنعرف انه الرب عم بينتبه علينا وعم يعيش ادق التفاصيل معنا تحت نحنا نكون مبسوطين ونكون مرتاحين وعايشين يلي نحنا عم نحلم نعيشه واللي عم نطمح انه يكون ضمن يومياتنا وضمن أحلامنا أبونا بختام لقائنا كلمة بتحب تقولها زكا فشل أول مرة وبقى يجرب ونطر حتى يلتقى بيسوع على هيدي الشجرة ويسوع قدر يميز زكا خلونا احنا اليوم نفتح مجال للرب يميزنا بحياتنا نفتح مجال بقلوبنا نفتح الباب حتى ربنا يقدر يفوت الرب مش ناطر منا اكثر من شق صغير واختبرناها مع زكا زكا كان قاعد باخر الجمهور كان قاعد بعيد على راس الشجره ناطر انه بس يلمح يسوع بس لانه كان عنده هيدي النيه الرب ميزه ونحن اليوم الرب بيميزنا شرط نحنا نكون حاضرين فتحين بابنا طرب يعمل هيدي الفشخة تجاهنا الرب دايما ناطرنا ومستعد يخطي كل الخطوات كرمالنا حتى يوصل لعنا لانه بده خلاصنا بده هنا والرب بحبنا بس اللي مطلوب منا نكون نحن عنا النية نكون نحن عنا الرغبة ونقصد ربنا بحياتنا الاب جوزيف سعد الراهب الماروني المريم نحن بدنا نتشكرك على وقتك ومشاركتك معنا اليوم ميرسي لك انطوني مشاهدينا نحن ايضا بدنا نتشكر متابعتكم لنا ونتمنى لكم احد مبارك الى اللقاء